اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن لازانيا باللحمه المفرومه. انا قلت اعمل الطاجن ده عشان لما بيبقى عندنا ساعات بواقي كده من الاكل مش عارفين نعمل بيها ايه، وهنعمل كمان عرق ديك رومي، والحلو معانا النهارده عصير. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي معانا اللازانيا، انا مجهزه اللحمه ومعصجاها وحط عليها فلفل الوان، والبشاميل جاهز، الجبنه الشادر المبشوره والموتزاريلا، واللازانيا كمان سلقلها. الوصفه دي ساعات بيبقى عندنا بواقي بشاميل وبواقي لحمه، وبالذات في رمضان البواقي عندنا كتير قوي، عملنا باللحمه المفرومه اي حاجه واتبقى العصاج واتبقى البشاميل، ساعتها هنعمل طاجن لازانيا للضيوف اللي جايين لنا. طيب هنعمله ازاي الطاجن اللازانيا ده؟ احنا متعودين نعمل اللازانيا في البايركس، احنا المره دي هنعمله في الطاجن. يعني نحاول نجيب الطاجن يبقى عالي وفي نفس الوقت واسع، ما يبقاش اللي هو بيبقى صغير وعالي جدا، لان ساعتها اللازانيا هتبقى عشان نغرف هتتبهدل مننا قوي. خلاص، نحط كده بقى البشاميل، بس ايه نتأكد عشان ما يبقاش في حاجة. نحطه كده في الأرضية بتاعت الطاجن، ويفضل اللازانيا اللي هنعملها في الطاجن تبقى نص سلقه، يعني يفضل بتبقى احلى على فكره غير التانيه العاديه. نحطها كده، كده اهو. بس دي اخر طبقة معانا، نفرد كده اللحمة. شايفين منظرها جميل جدا ازاي؟ بجد منظرها حلو قوي. ونحط الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر، وبشاميل كده خفيف عشان الباقي هنحطه فوق الوش كده. احنا طبعا عاملينها كده عشان ما تنشفش مننا. بحط كده الجبنة ولخبطها كويس قوي، واقوم حطاها كده وافردها كويس، وادخلها الفرن لمدة من 20 ل 25 دقيقة عشان اضمن انها استوت.
هي ان شاء الله هتستوي على طول، لان كل حاجه مستويه حتى اللازانيا احنا سلقينها نص سلقه. بس ادخلها بقى الفرن. تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية معانا ايه النهاردة. معانا عرق الديك الرومي. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ديك رومي، صدر الديك رومي، بنخلي في اي، هو بيبقى غالبا موجود في السوبر ماركات الكبيرة جدا، نقول له عايزين عرق ديك رومي بيعمله لنا بالطريقة دي. ومعانا عصير برتقان وكريمة وبصل وتوابل وجنزبيل وجزر وتوم وزبدة. اول حاجة هعملها ان انا هحطه هنا على النار، وطبعا عامله نسخه عشان هو بياخد وقت شويه، بس انا هوريكم بنعمله ازاي في الاول، وبعد كده هوريكم ايه النسخه كده مع الفلفل الاسود. نحط كده شويه زيت تانيين. نطلع فاصل بقى، نرجع يكون العرق اتشوح من كل الجهات، ونرجع نشوف هندخله الفرن ازاي ونعمل كمان العصير. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي شايفين العرق اهو بيتشوح، هسيبه كده شويه قبل ما نعمل العصير. العصير اللي معانا النهارده عصير كركديه مركز بالكمبوت الاناناس والسكر. اول حاجه هعملها ان انا هحط الاناناس كده اهو، خلاص احط معاه السكر وهضربه ضربه كده. بس كده، عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، هتنبسطوا منه قوي. كركديه مركز مع اناناس وميه وسكر على الفطار بيبقى لطيف قوي. كده خلصنا الكركديه. بص كده على العرق. طيب هو تمام كده. بصوا بقى هنحط ايه في الطاجن. هنحط عصير، انا قلت لكم اصلا عصير برتقال، هو عصير يوسفي. هنحط عصير يوسفي، وهنحط البصل، كل حاجه كده زي ما هي نايف نايف خلاص، عشان عايزه الميه بتاعته الحاجات النيه دي تنزل ميتها وهي بتستوي جوه الطاجن. هنحط الجزر، يبقى هنحط عصير اليوسفي، البصل، الجزر، الثوم، فصوص الثوم، الجنزبيل، جنزبيل مبشور كده مش كتير عشان ما يمررش، معلقه كده من البهارات اللي فيها حبهان مطحون مهم جدا، شويه كريمه هنا اهو كده، زبدة مهمة جدا الزبدة،
هو كده شايفين خد لون حلو قوي. بس بنحطه كده بقى بنقفله بالفويل، وقبل ما يستوي مفيش بعشر دقايق نبتدي ان احنا نشيل الفويل عشان الوش ده يتحمر اكتر من كده شوية. احنا حمرناه كده تمام. احنا ليه بنغطيه؟ عشان نضمن ان هو استوى. لو ما غطيناهوش مش هيستوي، احنا بنغطيه عشان يستوي. دي النسخة اللي احنا عاملينها، عرق الديك الرومي بالجزر والبصل مع فصوص الثوم والجنزبيل. شايفين بيبقى طالع بالشكل ده. عايزة اقول لكم بيتاكل جنب رز ابيض بيبقى حلو قوي. النهاردة انا قلت اعمل حاجات لو عندنا بواقي نعملها، وده عرق الديك الرومي. نطلع بقى اللازانيا من الفرن. ودي كده اللازانيا بقت جاهزة. وكده النهاردة خلصنا ثلاث وصفات. عملنا طاجن اللازانيا باللحمة المفرومة مع الفلفل الألوان، وعملنا كمان عرق الديك الرومي بالخضار الجزر والبصل، وآخر حاجة عملناها هي الكركديه المركز بالأناناس الكومبوت مع السكر والمية. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. 拜拜。Bye bye.